اهلا بيكم في حلقه جديده من الريمونتادا، والبدايه من النادي الاهلي واخر الاستعدادات للموسم الجديد بعد ما قرر مدرب مارسيل كولر خوض معسكر الاعداد في النمسا. كولر طلب من اداره الاهلي توفير ماتشات وديه خلال المعسكر اللي هيبتدي يوم 28 اغسطس الحالي وهينتهي يوم 6 سبتمبر اللي جاي. حسم الجهاز الفني للاهلي بقياده كولر بشكل رسمي اول العائدين من الاعاره، وقرر كولر عودة صلاح محسن للفريق الأحمر في الموسم الجديد لتدعيم خط الهجوم. ويعلن الأهلي خلال الساعات اللي جاية عودة كريم ندفت بشكل رسمي بعد نهاية إعارته لفيوتشر. نروح نشوف آراء الجماهير في قرار كولر بعودة صلاح محسن للأهلي ونرجع نكمل أخبارنا. هو صلاح محسن من الأول خالص لعيب كبير ولعيب كويس جدا ومهاري وسريع، بس ما كان محتاج مدرب يوقفه على رجله، محتاج مدرب يرجعه يخلي عنده ثقه في نفسه. فهو رجوعه اساسا للنادي الاهلي ما كانش من فراغ، كولر طلبه ومحتاجه، فاللي هو واثق هو عايز اللعيب ده ليه او هيأدي، شايف في حاجه وشايف ان هو هيأدي معاه في الخطه بتاعته وهيبني عليه الخطه. والله شخصيا مش عاجبني يعني نودي لاعب ويمشي من الاهلي، يعني احنا ما كناش عارفين امكانياته في الاول. انا شايفه مش هيبقى مفيد في التوقيت الحالي في الاهلي، ندور على مهاجم قوي هتبقى حاجه كويسه للاهلي. عوده جيده ان شاء الله، واضافه للنادي الاهلي، اضافه للنادي الاهلي، وان شاء الله يكون هداف ولاعيب كويس باذن الله، وهيضيف كتير للاهلي. والله عوده حلوه، يعني صلاح محسن لعيب كبير وفعلا يعني ولسه صغير، يعني لعيب لسه صغير محتاجينه، وكان مقدم على السيراميكا يعني كويس السنه دي، ففعلا يعني قدر يثبت لنفسه كده ان برضه يعني هو كبير يعني ويستحق ان يلعب في نادي الاهلي. يعني والله هو قرار مدير فني في الاول وفي الاخر. صلاح محسن لعيب كويس وامكانياته كويسه، بس مش اي لعيب هيقدر ينجح في النادي الاهلي. انت محتاج تكون شخصيتك مختلفه، محتاج يعني تتعب على نفسك كتير قوي، محتاج تسمع كلام المدير الفني وتنفذ التعليمات بتاعته. ومن الأهلي نروح للزمالك، واللاعب مصطفى شلبي بيسابق الزمن عشان يتخلص من الإصابة اللي تعرض ليها في نهاية الموسم اللي فات. شلبي بيحاول العودة لتدريبات الزمالك بعد بداية فترة الإعداد يوم 25 أغسطس الحالي. كثف مسؤول الزمالك مفاوضات تجديد عقد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض. حصل فتوح على جزء من مستحقاته المتأخرة، وبتحاول إدارة الزمالك حسم ملف تجديد اللاعب في الفترة اللي جاية. نروح نشوف تقرير عن توقعات الجماهير لمستقبل فتوح مع الزمالك ونرجع نكمل أخبارنا. إن شاء الله هيجدد، وإن شاء الله لأن فتوح أولا ابن نادي الزمالك، فتوح من ناشئين الزمالك، فتوح مش أول مرة يقع في مشكلة زي دي. طبعا الفترة اللي فاتت كلها فتوح كان في مشاكل، والحمد لله قدر يعديها وقدر يرجع تاني احسن من الاول. ان شاء الله يتجدد العقد ان شاء الله، وفتوح لاعب مهم والزمالك لازم يحتفظ بيه، واهم حاجه فتوح في الملعب وزيزو، دول اهم اتنين موجودين في الفرقه. فتوح لازم يكون موجود، ان شاء الله يكون موجود، ده اكيد يكون موجود. طبعا ده اضافه قويه، اضافه قويه لنادي الزمالك. طبعا طبعا الافضل باك شمال موجود في مصر ان شاء الله باذن الله. فاحمد فتوح هيجدد مع الزمالك وهيبقى اضافه حلوه للفريق، وان شاء الله باذن الله هيعمل اضافات كويسه، واتوقع منه كل خير، لانه هو بصراحه يعني ظهر مع اسوريو يعني بيلعب جامد وحريف وكده، وقدر يظبط نص الملعب، واضافه للزمالك خصوصا بعد رحيل امام عاشور. ان شاء الله يجدد ان شاء الله، يعني عشان هو ده فتوح لعيب كبير من نوعيه شيكابالا، المفروض ده من ابناء الزمالك يعني مع تربيه نادي الزمالك، انما انا مش شايف فتوح يلعب في نادي تاني في مصر اصلا اللي هو الزمالك. فتوح واحد من عماده نادي الزمالك اساسا الموسم دوت، وهو يعني من نادي الزمالك، واعتقد مثلا يعني اللي هو مش هيعمل شبه اللعيبه مثلا اللي بتيجي وعقود الاحتراف او كده وهيجدد مع النادي، عشان هو فعلا ابن النادي، ويعني نادي الزمالك ما بيقفش على حد في الاول وفي الاخر. طبعا احمد فتوح لاعب كبير وهيقدم للزمالك اضافه كبيره، واحنا يعني بنتمنى طبعا ان فتوح يجدد، انه يعني لعيب كبير ومهم. على
أعلن الاتحاد السكندري صفقة جديدة النهاردة بالتعاقد مع الحبيب حسين ظهير أيمن منتخب النيجر تحت 23 سنة. وقع الحبيب حسين لمدة 4 مواسم وأصبح ثامن مصفقات الاتحاد الجديد وثاني الأجانب بعد الكاميروني فرانك ألين. حسم نادي زد صفقة التعاقد مع جرجس مجدي لاعب وسط ام بي في الموسم الجديد، ونجح زد الصعود للدوري في ضم محمد اسماعيل مدافع ام بي بجانب مصطفى زيكو اسلام عبد الله وثنائي حرس الحدود. وضم زد 7 لعيبة من الاهلي ابرزهم شادي حسين والحارس علي لطفي ومصطفى سعد ميسي. ونروح لاخبار نجومنا المحترفين، والنجم محمد صلاح بيفتتح مشواره الموسم ده مع فريقه ليفربول بالتعادل مع تشيلسي بنتيجه 1-1 بالجوله الاولى للدوري الانجليزي. صلاح صنع هدف تقدم لليفربول لزميله لويس دياز وسجل هدف لغاية الحكم بسبب التسلل. مصطفى محمد افتتح اهداف فريقه نانت في الموسم الحالي بعد ما سجل هدف التقدم في ماتش تولوز بالجوله الاولى في الدوري الفرنسي. سجل مصطفى من ضربة جزاء في الدقيقة 13 وخسر نانت الماتش ده بنتيجة 3-1. وسجل مصطفى محمد هدفه رقم 12 بقميص نانت وأول أهدافه في الموسم الجديد بعد ما تم تفعيل بند شراء عقده من جالاتا سراي التركي. النهاردة كمان سجل عمر مرموش أول أهدافه بقميص فريقه الجديد انتراخت فرانكفورت، وسجل مرموش بعد دقيقة واحدة من مشاركته كبديل في ماتش لوكوموتيف لايبزيغ في كأس ألمانيا اللي خلص بفوز فرانكفورت ب7 أهداف. وانضم مرموش لفريق فرانكفورت بعد نهاية عقده مع وولفسبرغ بداية من الموسم الحالي. ونروح لأخبار الكرة العالمية، والنجم البرازيلي نيمار على أعتاب الرحيل للفريق الهلال السعودي. نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أصبح على بعد خطوات من رحيل للهلال لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد. وأكدت صحيفة ليكوب الفرنسية أن الهلال هيدفع 60 مليون يورو عشان يحسم الصفقة، وهيبقى راتب نيمار في عقده مع الهلال لمدة موسمين 160 مليون يورو. أعلن المدرب روبرت مانشيني استقالته من قيادة منتخب إيطالي بشكل رسمي. وأكد الاتحاد الإيطالي في بيان رسمي أن مانشيني رحل عن منصبه، سيتم البحث عن مدرب جديد لقيادة الأزوري. وارتبط اسم مانشيني بالرحيل لتدريب منتخب السعودية في الفترة اللي جاية بعد رحيل الفرنسي هيرفي رينار عن قيادة الأخضر. كده تكون انتهت اخبارنا النهارده، ونرجع نكمل حلقتنا بعد الفاصل مع كابتن ميدو.